أكثر من 40 شخصا لقوا حتفهم منذ يوليو، وحتى الآن جرى ارتفاع درجات الحرارة بصورة غير معتادة في العاصمة اليابانية طوكيو التي تشهد حاليا صيفا ساخنا للغاية، وتجاوزت درجات الحرارة 35 درجة مئوية على مدار أكثر من 6 أيام متتالية، ولم تقتصر هذه الموجة على طوكيو بل امتدت إلى مناطق عديدة في اليابان. وقالت وكالة الأرصاد الوطنية إن نسبة الرطوبة بالجو بلغت 58%، الأمر الذي يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. درجات الحرارة المرتفعة أصابت العديد من اليابانيين ووسائل الإعلام بالقلق إزاء الأجواء التي ستشهدها طوكيو خلال استضافتها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2022 في مثل هذه الفترة الحالية من العام. أعتقد أن الطقس سيكون أكثر سخونة ليس في اليابان فقط وإنما في جميع أنحاء العالم بعد 5 سنوات من الآن إذا لم يتدرب الرياضيون بما يتوافق مع ارتفاع درجات الحرارة. أعتقد أنهم سيواجهون معاناة حقيقية خلال أولمبياد طوكيو. ويخشى الكثيرون من أن تزداد الأمور سوءا عند حلول موعد استضافة طوكيو لدورة 2022 الأولمبية، حيث تزداد درجات الحرارة ارتفاعا في كل عام. وتعقد دورة طوكيو الأولمبية 2020 في الفترة من 24 من يوليو وحتى 9 من أغسطس، وهي أكثر الفترات سخونة في فصل الصيف بالنسبة لليابان. خالد حسين، رايترز.